لكن هذا لا يعني انه ما نحتاج الاشعاعات. في حاله من الحالات جاتني امس كان عندها اوصاف معينه، قلت له انا ما حقدر اسوي لك ولا اي شيء قبل ما تجيني بالاشعه. ايش كانت هذه الاوصاف؟ احنا عندنا اوصاف معينه لما نسمعها نبدا نشك في حاجات خطيره. هذه الحاجات ما نقدر نخاطر ونقول يلا خلينا نسوي اي فحص سريري ونجرب معه، وبعدين ممكن يضر المريض ضرر اكبر من الالم 24 ساعه موجود. في وقت النوم الالم موجود، الالم ممكن يصحيه من النوم، الالم يخلي الشخص يعرق بتعرق عجيب. هذه الاوصاف معينه حنقول ستوب، هذه ما هو اوصاف، الام حركيه فقط. الالام الحركيه ممكن تروح مع مجهود ترجع مع مجهود. كمثال هذا الشخص كان عنده الم في اسفل الظهر طبيعي وعادي، ويمشي ويتحرك ويطلع وينزل وممكن يشيل اوزان كمان، ولكن الالم كان وصفه مختلف. فكان وصف الالم عباره عن الم مستمر، ما في وضعيه معينه تخفف الالم، ما في وضعيه معينه تزيد الالم. ولكن لو تلاحظوا اول خيار كان هو الفحص السريري حتى وجود هذا الالم. فما حل الفحص السريري اللي هو الفحص السريري، مو لازم يكون شخص فوق السرير، اسمع منه اوصاف. الفحص السريري تكون منه الفحص الشفهي اللي هو اسمع الاوصاف، بس سمعنا الاوصاف، سمعنا حاجات معينه، عرفنا كيف ممكن نتعامل على المشكله. بس مو معناته انا عندي الم اول ما يجيني الم اروح افحص بالاشعه او افحص بالرنين او وتر الشيء اللي تسويه. فافضل حل زي كذا عشان نعرف فين نتوجه ونعرف فين نروح، انه نفحص فحص سريري، وبناء على الفحص حقدر اقول لك لا والله خطتك العلاجيه موجوده، بسيط، انت عندك 1 2 3 وسببها كذا كذا، او لا والله نحتاج فرذر انفستيجيشن، نحتاج نفحص فحص اعمق عشان نعرف ايش سبب مشكلتك.